ماتش صعب، ماتش صعب قوي على الفرقتين. كل واحد عنده أحلامه وعنده طموحه وعنده رغباته وعنده حلم إنه يسعد جماهيره. ماتش الأول مرة حس إنه قرب قوي لبعض كده. الزمالك بعد الترجي النفسية عالية، الثقة رجعت، الإحساس إن هو الأقوى دخل جوه إحساس اللعيبة، بيفكروا بشكل مختلف، بيفكروا إزاي يكسبوا بمنتهى مش هنقول السهولة لكن بمنتهى الذكاء. لكن الأهلي الفرقة اللي ماشية في الدوري بلا هزيمة، دايما هي سيطرة، دايما هي متعودة إن هي تفضل تكسب على طول. مش عايزين يحطموا غير، مش عايزين يكسروا أي رقم بيحققوه، أحلامهم كبيرة. الأهلوية كمان في حلم كبير قوي إن هم إزاي يكسبوا السوبر المصري. أعتقد صدام كروي عنيف ما بين الأهلي والزمالك المرة دي. أعتقد التوفيق هيكون عنصر مهم جدا، ذكاء اللعيبة، المفاتيح اللي موجودة في الملعب في الفرقتين هتفرق قوي. يعني فرجاني ساسي وحالته النفسية عاملة إزاي، حالته البدنية عاملة إزاي، حالته الفنية مجهزة إزاي. نفس الشيء ينطبق على عمرو السولية، المفتاح نص الملعب المتأخر هيقدر يتصرف إزاي، يعمل إزاي. ويظل الثلاثة اللي بيلعبوا ورا رأس الحربة هنا، ورا رأس الحربة هنا، سواء مروان محسن في الأهلي أو مصطفى محمد في الزمالك، هم السر، هم اللي عندهم كلمة فوز، هم اللي عندهم كلمة تفوق. منطقة صراع غير عادية.